هاي أماليا بنتي حبيبة العمر. أماليا منذر ريحنا تقيم أعمال ولدها. أنتوا المسؤولين عن أرواحكم، أنا ماليش أي علاقة. Thank you باسل. أنا بظن النجاح هو نتيجة مجموعة من الاستعدادات والتحضير لهذا الفيلم الكبير. أظن بأنه إحنا عملنا شيء مهم الحمد لله. بالكلام ده عبر منذر ريحنا الإي تي بالعربي عن سعادته بالنجاح الكبير لفيلم ماكو اللي بيشارك في بطولته مع نيكولام عوض، بسمة، ناهد السباعي، ومن تركيا مراد يلدرم، وأخرجه محمد الرشيدي. فالعمل لسه بيتصدر شبابيك التذاكر وبيحقق أعلى الإيرادات من أول عرض ليه في 1 سبتمبر، ده غير التفاعل الكبير على السوشيال ميديا. وكان واضح للمشاهدين من خلال الفيلم أو المقاطع اللي انتشرت من كواليسه قد إيه واجه فريق العمل صعوبة في التصوير بأجواء صعبة وخطيرة. بماكو ما كناش متوقعين هاي الصعوبة، لأنه إحنا رحنا صورنا في موسم شتوي خطير جدا، لدرجة إنه حتى في عنا في الكواليس مركب بينقلب ورانا. حتى الأمن في الدولة حكى انتوا المسؤولين عن ارواحكم، انا ماليش اي علاقه. والخطوره بالنسبه للمنذر ما وقفتش على الاجواء والبحر، فكمان بمشاهد الاكشن والضرب اللي كان حريص انها تبان واقعيه. كنت بتمرن، الممثل لازم يضربني، فخايف، فحكيت له لا اضربني يعني ما تخاف. وانا في السينما بحب لحظه الحقيقه دائما، يعني هو اللي مع الحق مش انا، يعني انه بده يعملها بتكنيك. حكيت له لا اضرب، ممكن نعمل لحظة سينمائية لطيفة. ومن اللحظات السينمائية اللطيفة اللي عاشها منذر مؤخرا كانت في مهرجان لوكارنو السينمائي، لما حضر مع أبطال فيلم الحارة اللي شارك في بطولته من إخراج وتأليف باسل الغندور، عشان يكون أول فيلم أردني طويل بيعرض في تاريخ المهرجان. وحضر العرض أكتر من 5000 شخص، وانتشرت صور نجوم العمل على الريد كاربت وأخبار الفيلم على صفحات الأخبار العالمية. الحارة الأردنية اللي وصلها لسويسرا إنها حارة فنية، إنه فيلم فني إنساني. وأنا دائما بكره فكرة أو ما يقال العالمية، يعني زي ما عملنا الاجتياح عن اجتياح جنين، والله يفك أسرانه إن شاء الله، اللي أخذنا جائزة الإيمي أوردز، نفس ما وصلنا فكرتنا في مسلسل اجتياح وأخذنا عليه هاي الجائزة العالمية الإيمي أوردز، قدمنا فيلم الحارة لأنه الفن يبتعد عن الحدود، وكل ما قدمت شيء إنساني وفني بيوصل لأبعد أبعد الحدود. Thank you باسل. كنا في لوكارنو 8000 مشاهد، انا قاعد وحاطط ايدي على قلبي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فبعد العرض شفت ردة فعل الجمهور وبينادوا بشخصية عباس عباس، معناته احنا بنقدر نوصل المسج في الحياة من خلال فيلم، من خلال اغنية، من خلال عرض مسرحي. وطموح منذر انه يكمل النجاح ده في اعماله اللي جاية، وبيكشف الاي تي بالعربي عن اهمها. يعني النجاحات كلمة بتخوف، ولكن عندي الآن مسلسل الثمانية بكتابة المستشار تركي آل الشيخ، إخراج الأستاذ أحمد مدحت، عمل إن شاء الله أن يكون محطة تحول في الدراما، الحلقات اللي ما الحلقة في 30 حلقة. وقبل ما نختم الحوار معاه دخلت على لقاء ضيفة غير متوقعة. هاي أماليا بنتي حبيبة العمر. وكان لازم نسألها عن أعمال والدها المفضلة. هو عمله مبارح كتير بحبه. اللي عن فلسطين الاجتياح. بتحبيه صح؟ وبتحبي خطوط حمراء. حكيتي لي عن البيت الكبير، بتحبي تشوفيني على التلفزيون. بس هداك هكا بضحكني. احكي لهم شكرا. شكرا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. انا بحبكم. بحبكم وانا بحبك. سلامات.